تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمسنين والذي يصادف الأول من شهر أكتوبر من كل عام تحت عنوان مرونة المسنات ومساهمتهن. نعم، بهذه المناسبة أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين تعد من الدول المتقدمة عربيا وإقليميا ودوليا في رؤيتها الاستراتيجية لخدمة الرعاية والتنمية المقدمة لكبار السن، علاوة على استمرارية توفير الإمكانات والمبادرات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى جودة حياة كبار المواطنين، وذلك لضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم. هذا وقد أشار وزير التنمية الاجتماعية إلى أن المسنات في مملكة البحرين أثبتن تحليهن بمدارك وقدرات كبيرة، حيث قدمنا العديد من المبادرات المضيئة التي سطرت قصص نجاح باهرة في المجتمع، لا سيما خلال الجائحة العالمية، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تقديم أفضل الخدمات لكبار المواطنين وإيجاد بيئة آمنة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وذلك بما يتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص.